في هذا العرض سأقوم بحل أمثلة إضافية عن تبسيط العبارات الجذرية، وهذه تتضمن جمع وطرح عبارات جذرية مختلفة، وأعتقد أن هذه الأداة جيدة إذا لم تكونوا قد رأيتموها من قبل. إذا دعونا نبدأ. لنفترض أن لدي 3 ضرب الجذر التربيعي لـ8، وقد تعلمنا سابقا أنه الجذر التربيعي الموجب لـ8 ناقص 6 ضرب الجذر التربيعي لـ32. لنرى الآن ما يمكن أن نفعله لتبسيط العبارة. أولا 8 يمكن أن نكتبها بصورة 2 ضرب 4، والأربعة عبارة عن مربع كامل، وربما أنك تدرك ذلك ويمكن تحليلها إلى عواملها 2 ضرب 2، لكن لا أعتقد أننا سنحتاج لهذه الخطوة، فيمكن أن نكتب 3 الجذر التربيعي لـ8 كـ3 ضرب الجذر التربيعي لـ4 ضرب الجذر التربيعي لـ2، وهذا نفس الشيء كالجذر التربيعي لـ4 ضرب 2 أي الجذر التربيعي لـ8. إذن هذه العبارة نفس هذه. ثم لنلقي نظرة على 32، نريد إيجاد الجذر التربيعي لـ32، و32 عبارة عن 2 ضرب 16، مرة أخرى 16 عبارة عن مربع كامل، إذن يمكن أن نتوقف عندها، وإذا لم تدرك هذا فيمكن تحليلها إلى عواملها وهي 4 ضرب 4 حيث أن 4 مربع كامل، ويمكن أن نستمر لكن كما ترى أنها مربع كامل لذا سنتوقف عنده. هذه العبارة الثانية يمكن أن تكتب ناقص 6 ضرب الجذر التربيعي لـ16 ضرب الجذر التربيعي لـ2. هذه هنا أريد أن أكون واضحة، هي نفسها الجذر التربيعي لـ16 ضرب 2، ويمكن أن نفصل بينها. الجذر التربيعي لـ16 ضرب 2 يساوي الجذر التربيعي لـ16 ضرب الجذر التربيعي لـ2، وقد رأينا أن هذا من خصائص الأسس. الآن ما هو تبسيط هذه العبارة؟ هذه 3 وهذه 2. إذا لدينا 3 ضرب 2 الجذر التربيعي لـ2 أي 6 ضرب الجذر التربيعي الموجب لـ2، ومن هنا سنبدأ بالطرح. حسنا، كم ناتج هذه العبارة؟ هذا موجب 4، إذا 6 ضرب 4 يساوي 24 ضرب الجذر التربيعي لـ2، ولم ننتهي حتى الآن. فإذا كان لدي 6 عناصر وأريد أن أطرح منها 24، فكم يتبقى لدي؟ لدي 6 الجذر التربيعي لـ2 وأريد أن أطرح منها 24 الجذر التربيعي لـ2. حسنا، هذا يساوي 6 ناقص 24 يساوي ناقص 18 الجذر التربيعي لـ2. وأتمنى أن هذا لم يربككم، وتذكروا أن إذا كان لدينا 6x ناقص 24x فسيكون الناتج ناقص 18x. الآن بدلا من x لدينا الجذر التربيعي لـ2، فستة من شيء ناقص 24 من هذا الشيء، سنحصل على ناقص 18. لنحل واحدة أخرى. لنفترض أن لدي الجذر التربيعي لـ180 زائد 6 ضرب الجذر التربيعي لـ405. هذه المسألة يمكن تبسيط جذورها كما فعلنا سابقا، لكنك لم تحصل على ممارسة كافية للقيام بهذا. لنقوم إذن بإيجاد عوامل هذه هنا. إذن 180 عبارة عن 2 ضرب 90، و90 هي عبارة عن 2 ضرب 45، و45 هي 5 ضرب 9، ويمكن أن نحلل 9 لتصبح 3 ضرب 3 حتى ندرك أنها مربع كامل، لكن يمكننا أن نتركها هكذا. إذن العبارة الأولى يمكن أن نكتبها بهذه الصورة، الجذر التربيعي لـ2 ضرب الجذر التربيعي لـ5 ضرب الجذر التربيعي لـ9، وسأضع الجذر التربيعي للـ9 في الخارج. إذن الجذر التربيعي لـ2 ضرب 2 ضرب الجذر التربيعي لـ5 ضرب الجذر التربيعي لـ9. الآن كم تساوي هذه العبارة الثانية؟ لنحللها إلى عواملها. 405 هذه 5 ضرب أعتقد 81، لكن حتى أثبت ذلك 405 4 لا تقسم على 5. لننتقل إلى 40. 40 تقسيم 5 يساوي 8، 8 ضرب 5 يساوي 40، نطرح نحصل على 0، ننزل 5، 5 تقسيم 5 يساوي 1، صحيح 81.
وواحد وثمانين عبارة عن 9 ضرب 9، ويمكن أن نحلل أكثر إذا أردنا استخراج الجذر الرابع لمقدار كهذا، لكن هنا نريد المربع الكامل. لدينا 9 و9 ولسنا بحاجة لاستخراج عوامل أكثر. إذا هذه العبارة الثانية هي عبارة عن زائد 6 ضرب الجذر التربيعي ل 9 ضرب 9 ضرب الجذر التربيعي ل 5. كم الناتج؟ هذه 3 وهذه 2، هذا الجذر التربيعي ل 4. إذا 3 ضرب 2 وتساوي 6. إذا لدينا 6 الجذر التربيعي ل 5، ثم زائد كم ناتج هذا؟ الجذر التربيعي ل 9 ضرب 9 يساوي الجذر التربيعي ل 81، وهو بالطبع 9. 6 ضرب 9 يساوي 54. إذا زائد 54 الجذر التربيعي ل 5. ومن ثم ماذا تبقى لدينا؟ لدينا 6 زائد 54 من نفس الشيء، ويساوي 60 الجذر التربيعي ل 5. هكذا. ودعونا نحل مسألة أخرى، وسوف يكون لدينا بعض الكميات المختصرة التي ستتعامل مع المتغيرات، وأنا أريد ذلك حتى أريكم أن المتغيرات لا تغير شيء. لنفترض أن لدينا الجذر التربيعي أو الجذر التربيعي الموجب لـ 48a، وأريد أن أضيفه إلى الجذر التربيعي لـ 27a. مرة أخرى دعونا نحلل 48 إلى عواملها ونترك A وحدها. إذا 48 عبارة عن 2 ضرب 24، و24 عبارة عن 2 ضرب 12، آسفة 2 ضرب 12، و12 عبارة عن 3 ضرب 4. إذا يمكننا كتابة هذه العبارة الأولى بصورة الجذر التربيعي ل2 ضرب 2 ضرب الجذر التربيعي ل4 ضرب الجذر التربيعي ل3. ربما أنك ستقوم بهذا بطريقة أسرع، فتقوم بتحليلها إلى 3 و16 وتنتبه بسرعة إلى أن 16 عبارة عن مربع كامل، لكن فعلتها بهذه الطريقة حتى أبرهن لكم أننا سنحصل على نفس الناتج بالنهاية. وبالطبع ليس فقط الجذر التربيعي ل3، بل أيضا لدينا جذر تربيعي إضافي لA. إذا سأضع A ويمكن أن أضعها في جذر منفصل، لكن كل منهما ليست مربعات كاملة، لذا سأتركها تحت رمز الجذر. الآن 27 عبارة عن 3 ضرب 9، و9 هي مربع كامل، فيمكن أن نتوقف هنا. وهذه هي العبارة الثانية، ويمكن أن نعيد كتابتها لتصبح الجذر التربيعي ل9 ضرب الجذر التربيعي ل3a، ويمكن أن ترى كلاهما. إنني أقفز عن خطوة وسطى، والخطوة الوسطى يمكنني أن أكتب هذه. العبارة الأولى على النحو الجذر التربيعي ل 9 ضرب 3a، ومن ثم ننتقل للخطوة. لكن أعتقد أنكم حصلتم على الممارسة الكافية لتدركوا أن 9 ضرب 3a الكل القوة النصف، أو نأخذ الجذر التربيعي، حيث أن كل هذا يساوي الجذر التربيعي ل9 ضرب الجذر التربيعي ل3a. وهذه هي الخطوة التي قفزت عنها، لكن أتمنى أن هذا لم يربككم كثيرا. إذا هذه العبارة ستصبح 2، وهذه العبارة ستصبح 2. إذا يصبح لدينا 4 ضرب الجذر التربيعي ل3a. ومن ثم نرى العبارة الثانية، هذه 3، فيتكون لدينا زائد 3 ضرب الجذر التربيعي ل3a، و4 زائد 3 يساوي 7. إذا 7 الجذر التربيعي ل3a. على أي حال أتمنى أن هذا قد ساعدكم.